الو، اي حاج علي، مساء الخير. انا سرية ابو الفضل، اهلا بيك. انت مش كنت بتقولي فكري على موضوع الجواز؟ اديني فكرت، انا موافقه. صحيح، انا مش مصدق نفسي. يعني خلاص نلت الرضا. النهارده عندي يوم عيد، انا اسعد واحد في الدنيا النهارده قبل يوم الخميس. اشمعنى ده النهارده السبت؟ لا لا لا، انا ما اقصدش يعني ليه مش التلات ولا الاثنين؟ ان شاء الله حتى النهارده. خلاص اشتبينا يوم التلات. هو انا طول ده؟ انا تحت امرك. الساعه 12 بالدقيقه هتلاقيني موجود في المعرض. مع السلامه يا ست الستات. مع السلامه. يا فرحتك يا حلوة! أبا، هي إيه الحكاية؟ في إيه بالظبط؟ الصيد وقع في الشبكة يا بيت فوزية، وأبوك يدعي الرضا. هنحط أبو قرش على أبو قرشين وهنبقى مليونيرات. والله ما أنا فاهمة حاجة. مين اللي كان بتكلمك يابا؟ سرايا أبو الفضل يا بيت. بتاعت محل باب الشعرية؟ محل باب الشعرية؟ محل باب الشعرية ومحل المنصرة ومحل الشارع عبد العزيز ومحل الدمياط وورشة دمياط وعمارة باب الخل. يابا خلص، عايزة منك ايه يابا؟ هنعمل شركة انا وهي يا بت. قلتلي وصدقت. خلاص صدقت ان الفرحة دي فرحة شركة. بقولك ايه يابا، هات من الاخر يا بت. هنعمل شركة كبيرة، قرشين مني على قرشين منها. هنعمل شركة كبيرة يبقوا قروش كتير. يبقى فرح امي بقى في التلفون بالكلمتين دول. امك؟ لا. الله 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 الله، تبقى الحكايه بقى مش حكايه شركه وغيره. ابويا رسيني على الدور وخلص، انا ستر وغطى عليك، انا فوفة حبيبتك. اقعد يا بت. جوزك فين؟ في سابع نومه. طب ماشي العيال دي هشه، ولا انت وهو على جوه ولا ها؟ انهي يابا وخلص. تعالي يا فوزية، انا هرسيكي على الموضوع كله. ايه يا ماما؟ ما تقولي اللي حضرتك عايزة تقوليه. هو لازم رياض يعني؟ ايوه لازم رياض. طب ما احنا خبطنا عليه مرتين يا ماما، نعمل ايه يعني؟ نكسر الباب عليه؟ يا امي ما تقولي بقى، وبعدين بيقولي الا بيه رياض. فاطمه روحي كسري الباب عليه عشان يومه يجي يكلمني. حاضر. انا عارفه انت مش هترتاحي غير لما تنفذي اللي في دماغك. صباح الخير يا كابتن. صباح النور يا حبيبي. صباح الخير يا امي. ايه سنه عشان تهز طولك وتيجي؟ لازم نكسر الباب عليك عشان تصحى من النوم؟ يعني يا امي على بال ما غسلت وشي وفطرت، خير في ايه؟ اقعد. حاضر يا ست الكل. خير؟ الجميل ماله زعلان ليه؟ انا جمعتكم عشان اقول لكم اني انك ايه يا امي؟ في ايه يا ماما؟ انا هتجوز. نعم؟ ايه؟ انت قلتي ايه؟ بقول اللي انت سمعتوه. لا انا مش مصدقه اللي انت بتقوليه ده خالص. انت بتتكلمي جد يا ماما ولا بتهزري؟ كاتب كتابي يوم الثلاث الجاي، بقوله لابوك عشان يبقى عنده خبر. ثانية واحدة يا أمي من فضلك. ثانية واحدة، احنا من حقنا نفهم. احنا ما عدناش عيال صغيرين، احنا بقينا رجالة، ومن حقنا نعرف ايه سبب التغيير المفاجئ ده. رجالة؟ أنا اللي عملتكم رجالة. أنا اللي اتكسر ظهري عليكم. أبوكم لما طلقني من 5 سنين كنت أنا أبوكم وأمكم. جا
جايين دلوقتي تحاسبوني؟ لا انا ما حدش حاسبني ابدا. انا لا بعمل حاجه غلط ولا بعمل حاجه حرام. لا غلط وستين غلط كمان. ازاي واحده في سنك تفكر انها تتجوز وهي قربت تبقى جده؟ انت بتعلي صوتك عليا ولا ايه؟ فكرت نفسك بقيت راجل؟ كنت عليك يا ماما؟ بتضربيني بالقلم؟ ليه يا امي؟ ليه بس؟ ده انتي ما عملتهاش من ساعة لما شنبنا خط في وشنا، تعمليها دلوقتي؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ امي انا مش موافقة خالص على اللي انتي قلتيه ده. خالص. ايه يا خالة؟ في ايه؟ والله يا ابني انا طول الليل اقول لها بلاش لما ريقي نشف، لكن هي دماغها ناشفة. ايه يا ام؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ فهمينا علشان خاطرنا. أنا بندهلك. نعم، نعم يا رحاب. ممكن أتكلم معاك شوية؟ في إيه؟ في موضوع اللي اسمها نجوى دي، ممكن أعرف إيه الحكاية؟ يوه، بقولك يا رحاب، بلا نجوى بلا زفت، ما تلعبليش في دماغي، أنا مش فايل أي حد. مالك؟ ماليش. أمال ليه من ساعة الموضوع ده مش بترد على الموبايل؟ بص يا رحاب، أنا متضايق جدا ومخنوق جدا، ماشي؟ وإذا كان على موضوع اللي اسمها نجوى دي أنا مفيش ما بيني وما بينها أي حاجة، خلاص ارحميني بقى. بجد يا حسام؟ أيوة بجد. ممكن بقى تبطلي أسئلة عشان أنا مش رايق لك. طيب ممكن أعرف مالك؟ مفيش. أصلي متخانق في البيت. طيب اهدى كده خالص وأنا هروق لك مزاجك. رحاب معلش. ممكن نخليها وقت تاني لان انا بجد مش رايق خالص. بقول لك اروق لك مزاجك. انا النهارده تعالى الاول نقعد مع بعض. تعالى. انا النهارده مش هسيبك. هقضي اليوم كله معاك. موافق؟ اجيب لحضرتك القهوه يا بيه؟ اجيب لحضرتك القهوه يا رياض بيه؟ بعد اذنك. حاضر. صباح الفل باجدع رجاله دب الخلق وزينه شباب قار الموبيليا. اهلا اهلا يا حاج علي، اتفضل. يزيد فضلك يا سيدي. ازاي صح؟ الحمد لله. الله، امال فين ست ستات؟ هي في البيت وجايه كمان شويه، بس ما تقلقش انا جبت لك معايا عقد محل باب الشعريه. عقد ايه؟ ما خلاص ما بقاش بينا عقود، المساله بقت واحد وبيتها. اه طبعا في بيتها يا حاج، بس ازاي يعني ما بقاش بينا عقود؟ الله، هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ ما اعرفش. ما اعرفش ايه؟ ليه يا رب؟ ليه تحطيني في موقف زي ده؟ تطلعيني طرطور؟ يبقى الراجل بيكلمني على اني فاهم اللي بيحصل وانا واقف قدامه مش فاهم اي حاجه. هو انت سالتني هتجوز مين وانا ما رضيتش عليك؟ هو انا لحقت؟ ده احنا كنا لسه بنتكلم في الموضوع، في مجرد المبدا سبتينا ومشيتي. وبعدين انا ياما اتحايلت عليك علشان تفهمينا، ما رضيتيش. انا مش فاهمه هو في ايه؟ افهم فيكوا ايه؟ بقول لكم ان انا هتجوز، هي دي مشكله؟ هي دي عاوزه تفهيم؟ طب اشمعنى علي هنداوي؟ وانت كمان اللي تكلميه وتقولي له تعالى اتجوزني؟ هانت عليكي نفسك للدرجه دي؟ وانت اللي طول عمرك حاطه مناخيرك في السماء وبتقولي يا ارض تهدي ما عليكي قدي؟ ولسه زي ما انا مناخيري في السماء. انا ما قلتلوش تعالى اتجوزني، هو اللي حفيان ورايا عشان يتجوزني. ولو يا امي ولو. وبعدين ماله علي هنداوي؟ راجل مقتدر غني عنده فلوس، يعني مش هيبقى طمعان فيا وبيتمنى لي الرضا ارضه. وده كفايه يا امي علشان تتجوزيه؟ اسمع،
مش عشان انت الكبير هتتحكم فيا، وانت صغير برياله ما قدرتش اتحكم فيك. البنت اللي انت حبيتها برضو اصريت واتجوزتها. انتوا كده كلكم مالكوش حكم عليا. لما ابقى مدي ايدي في جيب من جيوبكم ابقوا اتحكموا فيا. سامعني؟